السلام عليكم. قبل شهر تقريبا سويت مقطع فيديو رديت بيه على عمر آل عوضة وبينت انه هو شخص كذاب بالدليل والبرهان عندما قال انه الشيعة لا يعرفون قراءة القرآن. الحمد لله انه هذا الفيديو انتشر انتشار واسع جدا، وصل لاكثر من 100,000 مشاهدة. لذلك بهذا الفيديو ان شاء الله نرجع الى نفس الفيديو الذي تكلم به عمر آل عوضة ووصف الشيعة بأبشع الأمور، ووصف الشيعة بأمور تخرجهم من الملة. نرجع إن شاء الله نستعرض معكم كلامه بخصوص أنه الشيعة أشخاص لا يعرفون قراءة القرآن أولا، وأنه الشيعة هم أهل الكفر وأهل الزندقة. وبعدها إن شاء الله نرجع إلى كلام الشيخ الأسهري سعد الدين الهلالي وهو يعرف الشيعة. لماذا أعرض كلام شخص أسهري سني مقابل شخص وهابي، حتى أبين للجميع أن الوهابية يعيشون على تكفير الشيعة وأخراجهم من الملة. لذلك ارتأيت أن يكون الرد ليس من شخص شيعي إطلاقا ونهائيا، إنما من شخص سني يرد على كلام عمر آل عوضة الذي كفر الشيعة. هناك إشكال وقعوا فيه أهل الزيغ والضلال، فقالوا لأهل الإسلام الإمامية ليه سموا الإمامية؟ لأن هم الركن الأعظم عندهم الإمام. اتنين، إن مؤمنين بأن الإمام منصوص عليه شرعا. يعني إيه الركن الأعظم الإمام يا فندم؟ يعني لما تيجي أقول لك أهم شيء إيه في البرنامج بتاعنا، تقوم تقولي الهوا، البس الهوا، عشان البس الهوا لو ما يروح في ماتش كوره مش هنعرف نعمل. فتقولي الركن الاعظم، الركن الاعظم في البرنامج المساحه الزمنيه اللي هي على الهوا، اهم ركن، اهم ركن. نفس الامر، اهم حكم من الاحكام الشرعيه عند الاماميه الامام. يعني بدايه من الامام، ايوه، لان الامام هو شخص منصوص عليه شرعا في نظرهم بالاسم سيدنا علي بن ابي طالب وفي فرعه. فرع بقى اللي هو مين؟ لو ان احنا قلنا في فرع هتجدي المساله اختلفت اذا نص على سيدنا علي بن ابي طالب. ففين الفروع الثانيه نذكرها؟ قالوا 12 امام، 12 امام، والامام رقم 12 هو تغيب. الامام الاول سيدنا علي بن ابي طالب ده قتل سنه 40 هجريه، تولى سنة 36 بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان. جه سيدنا علي بن أبي طالب قعد 4 سنين. ثم سيدنا الحسن ده أيضا مات مسموما في سنة 50. ثم سيدنا الحسين وده قتل سنة 61. بعد سيدنا الحسين علي زين العابدين. بعد علي زين العابدين محمد الباقر. ايوه، بعد محمد الباقر جعفر الصادق. بعد جعفر الصادق اختلفوا بقى، بقوا فرعين. الفرع الاول موسى الكاظم، والفرع الثاني اسماعيل. اسماعيل ده، دول موسى واسماعيل دول ولاد مين؟ جعفر الصادق. جعفر الصادق خلف الاثنين دول. ابنه الكبير اسماعيل، لكن بعد لما اداله الامامه في حياته سحبها منه، وقيل بانه مات في حياته. اختلفوا هو مات في حياته ولا لا، وقيل بانه لما يعني هو اعلنوا تقيه انه مات، ولكن ولا جعفر الصادق ابنه محمد، فسمي هذا الفرع بالاسماعيليه. ايوه، فاصبح عندي رغم ان هو توفى، فاصبح عندي هو اختلف، هو توفى في حياه ابوه ولا لم يتوفى في حياه ابوه، اختلفوا، لكن سموها الاسماعيليه لانها من اسماعيل ابن مين؟ جعفر الصادق. فرع بقى وانت نازله ده اسمهم الاسماعيليه. التانيين قالوا لا، ده جعفر الصادق ما اداش الامامه لاسماعيل، وانه ادى الامامه لموسى القاسم. انا طبعا الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا يعني بالراحه كده، الدكتور سعد بيحاول يفهمنا السلسال ازاي والدنيا ازاي، لكن عايزين نقول هذا الراي بقى الخاص بـ 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 بالموت بالنسبه للزوج. استنى، لايهم بقى؟ ما لسه جاي. احنا عملنا محطه، عملنا المحطه بتاعت مين؟ جعفر الصادق. جعفر الصادق له
ولدين محمد واسماعيل. الاسماعيل وموسى القاسم. اسماعيل قيل بانه مات في حياة ابوه، وقيل لا ده انه عايش وابوه ادى الامامه لابنه محمد. الاماميه بقى رفضوا الاسماعيليه. أيوه. انشقوا، اصبح عندي اماميه واسماعيليه. اه عندي جعفريه واماميه الاسماعيليه. الاسماعيليه عددهم رقم 2 في مذاهب اهل الشيعه. رقم 1 اللي نزلوا تحت موسى القاسم. موسى القاسم خلف علي الرضا امام ايضا، ثم محمد الجواد. محمد الجواد ده بالمناسبه ده رقم 9. محمد الجواد ده مات سنه 25 سنه. محمد الجواد ده تولى الامامه سنه 7 سنين. بعد محمد الجواد علي الرضا. يبقى محمد الجواد فوق منه لابوه علي الرضا وابنه علي الهادي. ابنه علي الهادي. لكن ابوهم مين؟ موسى، صح كده؟ ابو علي الرضا موسى القاسم. ابو موسى القاسم جعفر. جعفر الصادق. يبقى جعفر الصادق، موسى القاسم، وبعدين علي الرضا، وبعدين محمد الجواد. بعد محمد الجواد ده اللي قلت لك مات سنه 25 سنه. بالمناسبه كلهم ماتوا شهداء. كل ال 12 ماتوا شهداء، اما مسمومين واما مقتولين. وبعدين بعد محمد الجواد علي الهادي. بعد علي الهادي الحسن العسكري. بعد الحسن العسكري جه الامام محمد المهدي. الحسن العسكري ده رقم 11. قبل ما اقول رقم 11 خلينا في رقم 9 اللي هو محمد الجواد. محمد الجواد ده تولى الامامه سنه كم سنه؟ 5 7 كم؟ 7 سنين. 7 سنين. ومات سنه كم سنه؟ 25 سنه. اللي بعد منه بعد محمد الجواد علي الهادي. علي الهادي تولى الامامه سنه 6 سنين. تولى الامامه سنه كم سنه؟ 6 سنين. مات سنه 42 سنه. مش صغيرين يا فندم على ان هم يتولوا الامامه. احنا بنحكي تاريخ. بس صغيرين. بنحكي تاريخ، ومن حق الانسان انه يدرك. ما هو لما تعرف الواقع افضل شيء لاخذ القرار العلم. عشان تاخذي قرار انك هتبقي ايه؟ انك هتحبي تكرهي، انك تثقي ولا تثقي، تاخد العلم صح. صح؟ يعني خد المعلومه مجرده. هتاخد المعلومه مجرده، اكيد انت وغيرك عنده فطره سويه وعنده تذوق وهياخد قرار. فافضل شيء لاخذ القرار الصائب المعلومه الصح. فالامام بعد علي الرضا جه الحسن العسكري. الحسن العسكري ده مات سنه 28 سنه. مات سنه 28 سنه. وقعد في الحكم، قعد في الامامه فتره بسيطه، وقتل ايضا. ثم قتل سنه 62 هجريه. كان مخلف ابن اسمه محمد المهدي. ده رقم 12. الحسن العسكري رقم 11. رقم 12 مين؟ المهدي. محمد المهدي. محمد المهدي اتولد 255 هجريه. اتولد كام؟ 255 هجريه. ابوه مات اللي هو الحسن العسكري، مات امتى؟ سنه في سنه كام؟ لا سنه 28. 260. يبقى ابوه مات وهو سنه كام سنه؟ ابوه مات 260 وهو اتولد 255. 5 سنين. 5 سنين. يبقى تولى الامامه سنه كام سنه؟ 5 سنين. حد شافه حتى هذا اليوم؟ لا ما حدش شافه، هم قالوا كده. وولد في مدينه سامراء سر من راى. اسمها سر. أيوة من رأى. سر من رأى ده اللي رآه بس إلى الآن هو لم يظهر إلا عند سفراء. صح، سر من رأى، مظبوط. طيب سر من رأى. فظهر الإمام محمد المهدي على الجمهور؟ لا لم يظهر، وإنما ظهر عند سفراء له. فكان بيرسل رسول سفير عنه يتحدث باسمه وهو غايب. مات السفير، جاء سفير آخر يتحدث عنه، مات السفير آخر، السفير الثالث مات، السفير الرابع. السفير الرابع عندما مات لم يرد لهم من يقول عندنا سفير خامس. كان المدة ديت 74 سنة، فصار لحد
29 هجريه من سنه 260 هجريه لما تولى الامامه لحد سنه 329 هجريه. اخر سفير مات اللي بيتحدث عن مين؟ عن الامام محمد المهدي اللي هو تولى الامامه سنه 5 سنين وما ظهرش، ولكن كان بيبعت سفراء يتحدثون باسمه. 4 سفراء، وبعد ال4 سفراء ما عادش حد ياتي يتحدث عنهم. ايه رايك ان يقال بان هذا الامام له غيبتان؟ هم يعترفون بهذا ان الامام محمد المهدي له كم غيبه؟ 2. الغيبه الاولى 74 سنه اللي هي من يوم ما تولى او من يوم مولده 255 هجريه لحد 329 هجريه، دي ما كانش حد شايفه الا عن طريق رسل، عن طريق سفراء. من 329 هجريه اللي هو الغيبه الكبرى بقى، بيسموها الغيبه الكبرى الى اليوم. فينتظرون فرجه الى اليوم. وزي ما انا اقول لك قال رسول الله، انت تقول ايه؟ اهو بقك على طول بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. طب انت وسائر اهل السنه وسائر المسلمين ساعه ما يسمع اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب اتعودتي، لان ابخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصلي علي. علي طبعا. فاحنا بمجرد ما نسمع سيره الرسول بنقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. الاهل الشيعه ايضا عندما يذكرون اسم الامام المهدي رضى الله غيبته، عجل الله فرجه على طول، تلقائي اوتوماتيك، عجل الله فرجه، رضى الله غيبته. على يقين، على عقيده بانه سيعود. أيوة. وانه سياتي من اجل انفراجه على الناس. وهذه الغيبه التي طال زمنها من 255 هجري والنهارده 1434 هجري، 1400 مش 1200، 1434 هجري، والى الان بمجرد ما يتم ذكر اسمه عجل الله فرجه، رضى الله غيبته. شفت العقيده قد ايه موجوده؟ زي ما انت عندك العقيده، اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقى متوارثه عندك العقيده، بس انت العقيده ديت بتقولي انا لما بقول صلى الله عليه وسلم بدعي له، لان صلى الله عليه وسلم يعني بدعي ربنا انه يصلي على رسوله بالرحمه ويعلي منزلته في الدرجه الرفيعه. اذا ده دعاء. لكن لما تقولي عجل الله فرجه، معنى كده ان انت عندك عقيده بان في بني ادم عايش على قيد الحياه حتى الان، وتغيب من 255 هجريه اللي هو سنه ميلاده و5 سنين كان تولى الحكم او تولى الامامه، ثم جعل يرسل سفراء حتى سنه 329، ثم انقطع السفراء، ولا يزال هو في عقيدة من يؤمن بإمامته أنه لا يزال على قيد الحياة وسيعود. شوف الجيل، كم جيل مات وهو لسه هذا الإمام سيعجل الله فرجه كما يتم الاعتقاد. وبعدها انقطعت الإمامة بقى، ومن يتولى يقوم قائم مقام الإمام.